السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله غواصين وغواصات مادة IT 231. إن شاء الله اليوم بإذن الله راح نغوص في اللي هو المحيط العميق اللي هو البروجكت. إيش هو البروجكت؟ تفاصيله، يتكون من إيش وكيف نسلمه؟ تابعوا هذا الفيديو للنهاية. يلا نتوكل على الله. أول شيء حاطلك الديدلاين حق البروجكت اللي هو 2/12، يعني قدامكم بإذن الله شهر كامل تقدرون تشتغلون على هذا البروجكت. بداية حاطلك الستودنت ديتيلز، تفاصيلك أنت تكتبها هنا، يور نيم واسم الشعبة أو رقم الشعبة، هنا راح تكتب لي رقم الشعبة. حاطلك نيم ونيم ونيم، يعني معاك مين؟ معاك 3 أشخاص. وحاطلك 3 IDs، كل طالب أو كل طالبة راح تكتب اسمها الفول نيم بالانجلش والرقم الجامعي اللي هو الاي دي. توتال ماركس 14 درجة على هذا البروجكت، اللهم صل على النبي. حاولوا انه ال 14 درجة هذه تضمنونها كاملة. خلونا نشوف الانستركشن حقة التسليم. You must submit two separate copies، وحدة وورد فايل ووحدة بي دي اف فايل. هذا اول شيء، مثله مثل ايش؟ مثله مثل الاساينمنتات عندنا في مواد الاي تي، كلها لازم نسختين، واحده بي دي اف وواحده وورد. قال لك ابدا ابدا لا تعمل كومبرس لشغلك، لا تعمل ضغط، لا ترسلها كملفات مضغوطه. البوينت اللي بعدها، it is your responsibility to check and make sure that you have uploaded both the correct files. مسؤوليتك انك انت تكون رافع بالفعل اللي هما ملفين الواجب الصحيحين. انتبه ترفع الملفات وهي فاضية، انتبه ترفع الملفات وهي فيها model answer وتلبس الصفر لا قدر الله، فانتبهوا ارجوكم. اوكي، تأكدوا من ملفاتكم. عشان تتأكد من ملفك دائما سمي الملف باسمك ورقمك الجامعي، يعني IT 231 project، حط underscore، اكتب اسمك وليكن أحمد، وبعدين رقمك الجامعي، أحمد العنزي رقمك الجامعي، تمام؟ عشان تعرف إنه هذا اللي راح ترفعه. Okay, zero mark will be given if you try to bypass the save sign. راح لا قدر الله يعطيك الدكتور زيرو لو كان في عندك spelling words mistake، لو كان في عندك spaces، لو كان في عندك hidden character، لو انت حولت التكست الى ايمج علشان تقلل الكلمات، فبرضو راح يعطيك اي manipulation، اي kind of manipulation في الملف حق الاساينمنت يعطي عليه الدكتور صفر لا قدر الله. email submission will not be accepted، هو ابدا ما راح يقبل انك تسلم البروجكت في الايميل، قفل علي اللينك، ما في لينك، الكلام هذا هو ما راح يقبل. You are advised to make your work clear. أنا أنصحك أنك تسوي شغلك بطريقة مرتبة وواضحة، وfilling your information on the cover page، وتملي معلوماتك اللي موجودة فوق في الكوفر بيج. You must use this template، هذا التمبلت فقط تستخدمه، تمام؟ Okay. You must show all your work، لازم تشوفني كل شغلك، وما تحول أي شغل إلى إيش؟ إلى image، أي إلى صورة. Okay. الانستركشنز هذه نحن نعرفها في كل الاساينمنتات. طب ايش هي الانستركشنز حقت هذا البروجكت؟ معطيك هنا الجنرال جايدلاينز لازم تمشي عليها. اول شغله انه السبمشن عندك يوم 2 ديسمبر، هذا متفقين عليه، هاي واحد.
الشيء الثاني each group can have up to three members. up to three يعني من ثلاثة وانت طالع هذا هو الجروب، والأفضل أكثر من ثلاثة علشان تقسمون الشغل بينكم، عشان البروجكت هذا بياخذ وقت فأنت ما تقدر تترك كل موادك وتركز فيه، فالأفضل إنكم أنتم تقسمون البروجكت هذا، ورح أشرح لكم شلون لما نحن نبدأ ندخل بتفاصيل البروجكت. وبعدين جمعوا أنفسكم وبدأوا اشتغلوا، كل واحد يمسك له بارت. Each group must assign a team leader. كل جروب لازم يحط له team leader اللي هو قائد للفريق هذا. طبعا التيم ليدر هو اللي راح يسلم البروجكت، والبروجكت راح يسمع في اللي هو باقي الاكونتات. يعني مثلا سي احمد العنزي سلم البروجكت بعد ما انتم خلصتمه، تمام، راح يوصل البروجكت هذا عند الدكتور باسماءكم كلكم لانه هو التيم ليدر. خلاص. The project carries a total اللي هو 14 marks. 10 marks are located for the project. 10 درجات على هذا البروجكت يا حلوين. Work and documentation. While 4 marks are for the PowerPoint presentation. يعني نحن لازم نسوي PowerPoint presentation. ايوة. انت بعد ما تخلص البروجكت ياخذ اللي هو واحد منكم حلو شاطر ياخذ البروجكت هذا ويزبطه presentation. Presentation خفيف. صور مع اللي هو شوية تكست. وبرضو راح أحط لكم model answer لهذا البروجكت مع model answer للبرزنتيشن كيف بيكون. أوكي؟ إن شاء الله بتلاقونها يعني جاهزة مقشرة، بس إنكم تركزون وتسوون شيء مثله. The students are required to both present and upload their PowerPoint في البلاكبورد. معناته نحن وش راح نسلم؟ راح نسلم Word, PDF, PowerPoint. Three files. ها طيب خلونا نبدأ في شغل البروجكت. تمشي على كل التوبكس اللي هو معطيك إياها. You will not choose one topic. يعني أنتم كلكم كجروب تغطون كل الفايف توبكس اللي هو كاتب لكم إياها. لاحظ معي قالك all questions must be answered. كل الأسئلة لازم أنت تجاوب عليها. خلينا نبدأ فيها سؤال سؤال. أوكي يلا. في سؤالي الأول Emerging Technology اللي هي التقنيات الناشئة اللي نحن درسناها في هذا الكورس، قال لك Select an Emerging Technology، اختار لي Emerging Technology Covered in Class، غطيناها في الكلاس. مثل إيش؟ ذكروني إيش التقنيات اللي نحن درسناها، مثل الـ Extended Realities اللي هم الـ VR والـ AR والـ MR، مثل الـ Big Data، مثل الـ Internet of Things. هذه كلها تقنيات ناشئة درسناها. الـ AI أيضاً الـ Artificial Intelligence. What impact will it have on society؟ إيش هو تأثيرها على المجتمع؟ طيب لما أجي أتكلم عن تأثير تقنية على المجتمع فأنا لازم ركز معي أحدد demographic for your project. يعني شلون؟ لازم يكون عندك ناس معينين انت جالس تتكلم عنهم. يعني مثلا على سبيل المثال اختار لي اول شيء حط في راسك تقنية معينة. خليني اختار الـ AI. طيب الـ AI هذا طبق لي الان على المجتمع، طبق لي على فئة معينة من المجتمع على سبيل المثال اللي هم الناس كبار السن. ايش هو تأثير الـ AI على الناس كبار السن؟ طيب أقدر أجي أقول إنه والله الـ AI يساعد كثير كبار السن يقوم بمهام اللي هو الأعمال المنزلية في البيت. الـ AI ممكن نعمل فيه روبوتات، الروبوتات هذه تقوم بالأعمال المنزلية وتساعد كبار السن. الـ AI ممكن نسخره ونخليه كونس أو كإنترتينمنت أو كفن أو يمنع عنهم الوحدة لكبار السن. ممكن ايضا نعمل لهم مثلا voice recognition بحيث انه يتعرف على اصواتهم ويساعدهم انهم ينفذون اوامرهم في البيت بكل يسر وبكل سهولة. اذا عملية اني اختار emerging technology، ركز معي، واني اطبقها على فئة معينة علشان اوضح له انه شلون اللي هو نحن نطبق هذه التكنولوجي واثرها في السوسايتي. تمام؟ هاي أول شغلة. النقطة الثانية consider periods، فكر لي بفترات of normal life للحياة العادية.
تمام؟ and challenges periods اللي هو ال periods اللي يكون فيها challenging يعني فترات تحدي. قال لي مثلا بانديميك اللي هو فترات مثلا الجائحات. شلون التقنية هذه ال emerging technology ايش نحن استفدنا منها او شلون وظفناها بالنورمال لايف وشلون وظفناها باللي هو الفترات اللي يكون فيها تحدي او الفترات اللي يكون فيها الحياة مو طبيعية او الحياة صعبة. تمام؟ يعني مثلا لما في الـ periods of normal life انا استخدم الـ AI علشان اخذ منه داتا، اجمع منه داتا، مثلا يقول لي انه الرجل المسن هذا الدقات القلب حقته اليوم كذا، السكر حقه كذا، يتواصل مع دكتوره في الأمور هذه. فأنا هذه داتا استخدمه مثلا علشان أحلل داتا. تمام؟ هذا في النورمال لايف على سبيل المثال، هذا هو مثال. تمام؟ وليس كل الأسبكتس، أنت ممكن تفكر في أسبكتس ثانية. بالنسبة للتشالنجينج بيريودز يعني مثلا في فترات الكورونا اللي صار انه نحن ممكن المسنين كانوا يستخدمون الـ AI علشان مثلا ياخذون متابعة منزلية مع دكاترتهم من دون ما يكون face to face meeting، مشان مثلا يعملون لقاءات مع مثلا أولادهم مع أهلهم من دون ما يكون بتاتش أو تلامس، يعني يصير في تواصل أونلاين أو تواصل عن بعد. فانت هنا تفكر انه في النورمال لايف شلون وظفتوا هذه التقنية، وفي التشالنجينج لايف شلون وظفتوا تقنية الاي اي. فهمنا شلون؟ اوكي. في السؤال الثالث، what's your prediction، انت تنبؤك ايش and vision ورؤيتك ايش for impact of technology، لتأثير اللي هو هذه التقنية، يعني شلون الاي اي ممكن انه يأثر على المسنين بالإمباكت of technology. prediction يعني تنبؤ، يعني أنت راح تتنبأ للاي اي خلال 10 سنوات قادمة إيش يحسنون حياتهم.